هادو هما الخريجين ديال المدرسة الأخنوجية. وهذا الصمت على جريمة السعيدية أنا كنعتبره جبن حكومي. هذا الجبن ما عنده علاقة واش هذا سلوك سياسي، واش هذه ممارسة، واش هذا ناطق رسمي باسم الحكومة، حيت هذا سميته الناطق الرسمي باسم أخنوج وماشي ناطق رسمي باسم الحكومة المغربية. هذه أسوأ حكومة في تاريخ المغرب. خوتي المغاربة مرحبا بكم. قبل ما نمشيو لفضيحة بيتاس، كتعرفوا المغاربة في بداية كل سنة كيهتموا بالدخول السياسي والدخول الاجتماعي. واحد المادة جميلة جدا كتبها سي مصطفى الفل زميلنا بخصوص الدخول السياسي، وغادي نعطيكم واحد الصور بخصوص مدرسة تتعلق الأمر بالدخول الاجتماعي. مصطفى الفل مع شي زعيم سياسي سولوا على الدخول السياسي لهذا العام. المسؤول السياسي قال له ما يمكنش نهضروا على دخول سياسي في المغرب، ما تهضر ليش دابا على شحال سميتها الدخول السياسي. علاش؟ لانه ما عندناش سياسيين. باش يكون دخول سياسي خاص يكون سياسي، كيما ما يمكنش نهضروا على الديمقراطيه لان ما كانش عندنا ناس ديمقراطيين. قال لك كما ان وفعلا فمن الصعب ان نتحدث اليوم عن دخول سياسي في مشهد وطني تتماهى فيه موقف المعارضه وموقف النخب مع موقف الاغلبيه ومع زعيم الاغلبيه. دابا اليوم في المغرب عندنا المواقف ديال الاحزاب المعارضه هي نفس المواقف تقريبا ديال الحكومه، كانه من الصعب ان نتحدث عن دخول سياسي في مشهد وطني هيمن فيه المعين على المنتخب. اليوم صحيح عندنا المعينون اصبحوا يهيمنون على المنتخبون. كما انه من الصعب ان نتحدث عن دخول سياسي في مشهد وطني هيمن فيه المعين. اكثر من هذا، فمن الصعب ان نتحدث عن دخول سياسي مع حكومه معظم وزرائها هم اقرب الى موظفي الابناك. اليوم عندنا الوزراء بحال موظفين الابناك، ماشي وزير عنده رؤيه سياسيه ولا عنده مشروع. قال لك ليلى بن علي نموذجا، كما انه من الصعب ان نتحدث عن دخول سياسي مع رئيس حكومه. هذه زوينه، هذه زوينه وخاصها تعاود. يصعبكم تبعوا المغاربه، يصعب ان نتحدث عن دخول سياسي مع رئيس حكومه يوزع المال العام بسخاء على باترونات وارباب النقل لكي يشتروا منه المازوط. هذه واعره. هذا هو الخلط ما بين المال والسياسه. هو رئيس حكومه، هو فاعل في مجال المحروقات وعنده الشركات، كيدعم بعض المرات كتلقاهم كيقولوا دعمنا ارباب النقل، دعمنا، هو كيدعم عباد الله باش يشريو من عنده المازوط. وحتى حافله تريع عثمان بن جلون مول البنك افريقيا تستفيد ربما هي الاخرى من هذا الدعم المالي السائب. كما قيل لي، هو وصلته هذه المعلومه بان عثمان بن جلون الفاعل الاساسي والمعروف في مجال القطاع البنكي حتى هو قالك عنده الحافلات وتا هو كيتلقى الدعم باش يشري المازوط من عند اخنوش. ومع ذلك لا باس ان اشير هنا ان الدخول السياسي الحالي تزامن مع ازمه صامته بين مكونين من الاغلبيه، واتحدث هنا بتحديد عن حزب الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال. لكن ما هي سبب هذه الازمه؟ حزب البام غاضب من حزب الاستقلال، والسبب هو ان الاستقلاليين لم يحترموا الميثاق الاخلاقي بين التحالف الحكومي في بعض المحطات الانتخابيه الجزئيه بحسب مصدر مسؤول في البام. هما دايرين شي ميثاق، الا ترشح مثلا ديال البام ما يجيش قدامه الاخر ديال الاحرى، او فتازه ربما طرش جاء في التفاصيل ان السقين قدم مرشح عند مرشح البام في دائره تازه ضدا على الاتفاق بين مكونات الاغلبيه الذي يقضي بان لا يترشح احزاب الاغلبيه ضد بعضها البعض. كما ان البام لم يتقبل ان تنشر جريده العالم التي تشتغل سياسيا وحتى تحريريا تحت امره نزار بركه بلاغ الجمعيه الانصاري لهيئه المحامين في الصفحه الاولى. كتعرفوا جمعيه المحامون كيرأسها الاستقلالي عبد الواحد الانصاري رئيس الجهه ديال مكناس، نشروا واحد البلاغ على وهبي، وجريده العالم اللي هي لسان حال حزب الاستقلال نشرت هذاك البلاغ اللي كيهاجم وهبي في الصفحه الاولى، فغضب حزب البام. البام اعتبر نشر هذا البلاغ الذي كيهاجم امين العام في الصفحه الاولى جريده العالم مثابه تصفيه حسابات سياسيه يقودها رسميا حزب الاستقلال من زعامه نزار بركه الحليف الحكومي. حصل كل هذا، وحتى ان كانت هذه الجمعيه فلا كان هذا هو السبب. فبئس هذا الحزب باش تولي جريده ديال العالم نشر يعني واحد البلاغ ديال الجمعيه ويكون هذا سبب ديال القطيعه وديال الخصومه، فهذا قمع ما بعده قمع. هذا في الجانب ديال الدخول السياسي. في الدخول الاجتماعي يا خوتي المغاربه بغيت نستاهل قبل ما نمشي لسي بيتاس، شوفوا هذا المشهد. حنا كنهضروا على المدرسه والنجاح ديال المدرسه. هذه مدرسه في سيدي ابراهيم حي ليدو اللي حدا المركب الجامعي، مدرسة سيدي ابراهيم مقاطعة اكدال فاس. شوفوا 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 المشاهد. هذه مدرسة، هذه مدرسة، شوفوا المرحاض كيفاش داير، شوفوا البلاصة اللي عشروا فيها الأطفال،
شوفوا الدخول المدرسي، شوفوا البنيات المدرسية اللي ممكن يقرأ فيها التلميذ، وكاين عدد من المدارس اللي كتعاني من هذا المشهد. وهذا المشهد هذا صراحة فكرني بديك الحفرة اللي لقاو في الرباط، داك الكنز اللي لقاو حفرة ما بعدها حفرة. دابا غنمشي لهذا السيد هذا بيتاس اللي البارح فضحنا واحد الفضيحة ما بعدها فضيحة خوتي المغاربة. شوفوا هذا السيد، سولوه، درت واحد الإشارة البارح ولكن تستحق العودة ليها اليوم بقوة. سولوه قال له السيد الوزير شنو رأيك في الجريمة اللي دارت الجزائر في السعيدية؟ شوفوا الرد ديال الوزير الناطق رسم اسم الحكومة. هي طيبة السيد الوزير، الطالب المحفوظ صحفي موقع بديل. بالنسبة السؤال ديالي مرتبط بالموضوع ديال مقتل شابين بعرض البحر بمنطقة سياحية السعيدية. بالنسبة للنيابة العامة وجدة فتحت بحث في هذا الموضوع، واش الحكومة توصلت بنتائج؟ وأنتم كتفرجوا المغاربة جوج حوايج خصهم ما تنتابهوش. تصور دابا اللي كيسول، الشخص اللي كيسول ما كيبانش كيما بغى يكون. دابا الصحفي بغى ينفهم بحال شي صوت، دابا داير فيه واحد العنف على المتلقي. ملي كتشوف الانسان بوجهه كيهضر الصوره كتكتمل. تصور الوزير كيبان والصحفي لا حق له في الظهور. دابا ضايقهم حتى الوجوه ديال الصحفيين، ممنوع يبانوا الصحفيين، كنسمعوا غير الصوت. مؤتمرات صحفيه في العالم كيبان الصحفي شاد الميكرو كيسول. في هذه المملكه المغربيه شوف الحقره كيفاش داير. والملاحظه الثانيه المهمه، صوروا شاد السيلو كيكتب، شاد السيلو كيكتب الصحفي كيهضر وكيكتب السؤال، يوهم الشعب بانه غادي يجاوب. شوفوا هذه كنعتبروا حنا نصب واحتيال على الشعب، لانه ما غايجاوبش. ما معنى كتكتب بالسيلو؟ نعم، تصور تيكتب شنو كيكتب؟ شنو؟ اما خصك تصنت لك تكتب شي حاجه اخرى، اخلاقيا ما خصكش تكتب. كنتي كتكتب خصك تجاوب. تصور كينصب كيتعامل مع الصحافي بحال شي مساله نديه عنده مع حساب، والحال ان الصحافي لسان مجتمع، وملي كتعدم الصحافي ولا كتحقره ولا ما كتجاوبش فانت تعدم حق المجتمع في المعرفه، لان الصحافي بحال القاضي بحال المحامي. المجتمع تيعبر على راسه عن طريق القاضي في الاحكام، عن طريق الوكيل المالي في المتابعه، عن طريق البرنامج، حتى هو كيعبر عن طريق بيتاس كيطب. هادو كلهم تعبيرات ديال المجتمع. كيتعامل هو مع الصحافي بحال شي مساله شخصيه. شوفوا كيفاش كيكتب. شوف الجهه الباحثه هو في اطار الفصل الاول من الدستور اللي كينص على التعاون ما بين السلطات، واش الحكومه توصل لشيء مستجد بناء على هذا البحث؟ النقطه الثانيه، السلطات الجزائريه اعترفت بانها واجهت مدنيين بالرصاص في عرض البحر اللي هما سياح وعزل، كيفاش غادي تتعامل الحكومه مع هذا الاعتراف ديال السلطه الجزائريه؟ شنو هي الاجراءات اللي اتخذت؟ شكرا وتحيه. مساء الخير معالي الوزير. هشام اناجي، صحفي بجريده بوت. السؤال ديالي هو كناطق رسمي باسم الحكومه ووزير وقبل كل شيء كمواطن مغربي، واش راضي السيد الوزير على الجواب اللي عطيتي الخميس اللي فات بخصوص جريمه القتل اللي ارتكبها الجيش الجزائري في عرق جوج مغاربه؟ فاش قلتي بان هذه قضيه قضائيه بلا ما تقدم تعزيه لاسر الضحيه ولا تعطي موقف رسمي، علما ان الخارجيه الفرنسيه دخلت على الخط ووزاره الدفاع الجزائريه اعترفت بالجريمه. وشكرا. فشكرا لكم وعنكم الله. واش هذا سلوك سياسي؟ واش هذه ممارسه؟ واش هذا ناطق رسمي باسم الحكومه؟ تصوروا شنو هو الناطق الرسمي يا خوتي المغاربه؟ هو صوره البلاد. الناطق الرسمي راه الصوره ديال المملكه. العالم كيسمع الناطق الرسمي، ديك هو اللي كيمثلنا ديك اللحظه على مستوى الحكومه. الناطق الرسمي بالحكومه المغرب، صوره ديال الجهاز التنفيذي. شوفوا على اسلوب، شوفوا على اهانه، على استهتار، على احتقار. سولوه الناس، ما سولوش الناس في شي امور حميميه، سولوه المغاربه في واحد الامر، سولوه الصحفيين في واحد الامر مبرزت المغاربه، جريمه نكراء دارتها القوات ديال الجزائر. الصحافه الدوليه كتكتب، فرنسا مخرجه بلاغ، الجزائر البيان ديال الخارجيه الفرنسيه دايره بلاغ، القضاء الفرنسي فاتح تحقيق. العالم المغاربه طريقه بشعه باش تقتلوا عباد الله، جريمه كامله الاركان، تخالف وتصادم المواثيق الدوليه، وسبق لي شرط لها الماده 7 من اتفاقيه ديال روما ديال المحكمه الجنائيه الدوليه. نتمنى لو انني نصادفها دابا، اتفاقيه سبق لي شرط ليها. ها هي واحد الماده 7. لغرض هذا النظام الاساسي يشكل اي فعل من الافعال التالية جريمه ضد الانسانيه، ما ترتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اي مجموعه من السكان المدنيين. هذا راه هجوم على مجموعه 5 الاشخاص ومدنيين. القتل العمد، وعن علم القتل العمد
وفيه اضطهاد أي جماعة محددة. هذا اضطهاد، ها هي المادة 7، كاين المادة كذلك 98، هذه ديال الأمم المتحدة ديال البحار. المادة 98 شنو كتقول لك؟ واجب تقديم المساعدة وطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم في وسعه دون تعرض السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي. مالي تقديم مساعدة لأي شخص وجد في البحار معرض لخطر الضياع، دريكن وتالفين. توجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجته. إذا هاد الناس خرقوا اتفاقيات دولية، والجزائر عضو في الأمم المتحدة. جريمة ضد الإنسانية، ماشي ضد فقط المغاربة، جريمة نكراء تقشعر لها الأبدان. تصور حنا مغاربة عندنا تناطق رسمي باسم الحكومة، بغينا الشعب المغربي يعرف هذاك التحقيق اللي قالوا في وجده فين وصل، واش كاين شي تنسيق، واش وزير العدل المغربي نسق مع وزير العدل الفرنسي، كاين التعاون القضائي. ياك فرنسا فاتحة تحقيق، هادو عندهم جنسية فرنسية وعندهم جنسية مغربية. قول لينا حنا بغينا نعرفوا كمغاربة واش كاين شي تنسيق مع فرنسا، واش وزير العدل مشى تلاقى وزير العدل الفرنسي، بغينا نعرفوا شي حاجة. هذه جريمة فيها، ماشي جريمة مفهوم، راه جريمة يعني في المياه وفي البحار وتصادم المواثيق الدولية، وفيها ناس فرنسا وفيها المغرب. شي تنسيق مع غير تدخل في القضاء الفرنسي ولا ديك، كيكون تنسيق معطيات، تبادل معطيات المساعدة، الباحث هلو مجر. مغاربة بغينا نعرفوا هذا الأمر، ما قادرش يهدر. أنا لاش درت ورايا مصطفى الخلفي ودرت ورايا خالد النصري الله يرحمه وبالعبد الله، ماشي حنا راضين على هادو ماشي كانوا الطياير، كاين على الأقل ما كانوش كيعكسوا هاد العجل اللي كيعكسوا بيتاس، على الأقل كانوا كيناوروا، على الأقل كان عندهم واحد شوية الفطنة. هذا تنقصه الفطنة، هذا رجل كيقول له قول ما تقولش. هذا رجل حنا كان اليوم ولينا كنتصوروه ان الاسئله كتكون عنده في الليل مع الصحفيين، كيجاوب على الاسئله اللي موجد لها. اي سؤال كيفاش وسط المؤتمر لا يرد عليه، هكا ولينا كنفهمو. تصور السلام عليكم، تصور كتحتقر، تصور صحافي كيسولك، صحافي راه ماشي، هذا صحافي يعبر على المجتمع، هذا ماشي صحافي راه ملحقه ديال شي جهه ما، هذا صحافي سولو. ماشي بالضرورة تقول لك شي أي كان دولة، نقدر نقوله هذا المملكة في المغرب مدت يد المساعدة، اليد البيضاء الجزائر. الملك محمد السادس عبر في أكثر من مناسبة على مد اليد ومبغيش يصطدم مع الجزائر وكذا، ما كاين باس. كاين دي حكومة، شكون يحاسبك إلا قلتي هذه السلوك غير مقبول؟ إلا قلتي مثلا هذه مأساة، أما تقول جريمة قول غير مأساة، قول أي كلام. دابا كان شي واحد عنده الفطنة وعنده الدربة وعنده التكوين يسلك راسه، ما يديش ديك السلام عليكم، قول أي شيء، ما تقولش سيدي الجريمة، ما تقولش الجزائر، ولكن إلا أنك تعبر على هذا العجز وعلى هذا الضعف. هذه مأساة إنسانية، كنقدموا التعزية للأسرة. حنايا نواكب هذا الشيء، حنا غنشوفوا، حنا كنتسناو النتائج، وهذه قضية تعرف مسطرة قضائية دولية، وهذا القانون الدولي، وغنشوفوا. طمأن احنا الشعب المغربي بغينا نعرفوا نتيقوا ان عندنا حكومة، عندنا مسؤولين كيحميونا. حسينا اليوم المغرب انهم يتامى، انهم يتامى. تجيب عبد الخلفي غيقول اي حاجة، غيقول ما يدير حتى حاجة ولكن يقول اي حاجة، وعلى الاقل تحس مال واحد الفراغ. تجيب بن عبد الله غيقول اي حاجة، تجيب خالد نصير الله يرحمه غيقول اي حاجه. هذا والعبايه والعباب، هذا واحد النوع من الماكينات، هذا هو احزاب ديال الاداره، ديال ما عندهمش داك التكوين، ما عندهمش داك فن المهاره، ما عندوش الفطنه، ما عندوش. ماشي حشومه يطلع عليك واحد الصحافي، صحافي سلطه رابعه، سلطه رابعه، صحافي كيطلع عليك سؤال، تصور ما تجاوب حتى بحاجه، واش خايف عليه؟ واش ما يكلفك ويكلفك كاع منصبك؟ ها هو تعديل حكومي، خايف قال له ما تهضرش. شكون هذا اللي قال لك ما تهضرش؟ شكون اللي قال لك ما تهضرش؟ السي زيان الله يفرج عليه شي مره قال لك انا كنت وزير، ما عمر شي واحد عيط لي قال لك في حياتي، يعني الناس اللي كيديروا شي حاجه راه الشهادات ديالهم عاب وحدهم عايشين الرهاب. هذا يقدر يهضر معه واحد، شكون هو اخرش؟ حيت هذا سميتو الناطق رسمي باسم أخنوش، هو ماشي ناطق رسمي باسم الحكومة المغربية، هذا ناطق رسمي باسم أخنوش. أخنوش دابا ربما ما هضرش معاه القصر
هكا راه ماشي تعليمات عام قالوا له شي حاجه بقى مبلوكي خاف يزبلها وهي راه عاديه. تقدر تلقى دابا هاد اخلوش ما هضر معاه لا القصر ولا المؤسسه الملكيه ولا شي مستشار ملكي ولا تعليمات ولا دوله عميقه كيما وراه هذا هو الوضع في المغرب اخوتي المغاربه. والبشر عاجز عنده مصالح هو وعنده الغازوال وعنده الثروات شايفكر هو في السعيديه ولا في ولاد السعيديه ولا تقتل صافي. قالوا شوف هذاك الموضوع اللي سولوك فيه قرب راه مازال المره الاخرى قال مسطره بيد القضاء. دابا مابقاش هذاك القضاء يجبدوا ديك الزبله اما انهم جذعوا اذنيه على ديك الزرقه اما قالوا له صافي انت مصيبه انت ما كتعرفش تهضر غتمشي تما غتزبلها. هذا الموضوع سيدي حساس اي صحفي يسولك عليه ما تهضرش عليه. السلام عليكم. فشكرا لكم وعينكم الله. عرفتي الا ناطق رسمي في تاريخ المغرب ما عمر المغرب ما عاش التبهدل اللي كنعيشوه مع هذه الحكومه صراحه. دابا ماشي عنده دابا عنده سوابق عنده سوابق هذا السيد هذا. شوفوا المغاربه كيفاش كيهضر شوفوا 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 كيفاش كيهضر. واحد المشهد مخيف جدا نعطيكم بعض المشاهد انتم اخوتي سولوه شي مره هنيونا ولا خليوني عليكم. من الاحسن يخليونا في افتقار. خليونا السياسي كيقول خليونا في افتقار قالك خليهم في الثقه. سمعوا سمعوا واحد كيقول خصنا نفتحوا ودابا واش خصنا نفتحوا ولا خصنا نسدوا ودابا انا خصني نعرف لا خصنا نسدوا سيدي لا خصنا نسدوا سيدي. شوفوا العنف واش عمركم شفتوا واش كامل عبد الله تيقول بحال هكا ولا مصطفى الخلفي ولا الناصير خصنا نسدوا سيدي لا خصنا نسدوا. دابا انا اللي كنتكلم انت كملتي السؤال ديالك السي شاكر. شوفوا كيف كيهضر مع الصحافي. انا اللي كنتكلم الله يرضي عليك. انا الان دابا كملتي السؤال ديالك وطرحتي جوج الاسئله. شوف شوف الله يرضي عليك. بعد عليك الله يرضي عليك لما كنقولوها الصحافي الله يرضي عليك كنقول بحال شي ولد الله يرضي عليك. سمع وليدي الله يرضي عليك. سمع الله يرضي عليك في واحد الله يرضي عليك صحافي كيسول انت كم انا اللي كنسول واش شتي انت حتى الصحافي راه خص يكون خاطرك واسع. وحتى شي صحافي اللي ما عرفش يصيغ السؤال انت ممكن تصيغه بطريقه تصور. انا اللي كنهضر لا انا اللي كنهضر انا هنا لكي اجيب على الاسئله. وجاوبتي دابا هذو الاسئله اللي طرحوا لك على السعيديه والاسئله تكون محدده والسؤال واضح. لا انت كيقري الصحفي كيفاش طرحوا السؤال وما كاينش علاش لا نتنرفزوا على بعضياتنا. ها انت نتنرفزوا على بعضياتنا يعني ممكن نتنرفز عليك واش هذا مستوى ديال ناطق رسمي. هضر الناطق الرسمي باسم الحكومه والحكومه ديال الدوله. هضر الناطق الرسمي باسم الدوله دابا ان حتى دابا بلغت القصر الملكي. اذا هذا الناطق الرسمي باسم الحكومه والحكومه ديال من المغاربه ديال الدوله. اذا هو ناطق رسمي باسم الدوله ناطق رسمي باسم الجهاز التنفيذي اللي كيراسوا البريق عن طريق المجلس الوزاري. وشوف دابا الوجه ديال البلاد شوفوا الصوره ديال البلاد شوفوا الناطق الرسمي. كيفاش نتنرفزوا على بعضياتنا كيفاش نتنرفزوا على بعضياتنا. تهديد هنا كيهدد رانا غنتنرفز عليكم شي تنرفزه خايبه. ويلي ويلي كنشتغلوا فيه دابا هذه واحد السنه ونصف البرلمان والترافع في البرلمان راه قريب. ها هو البرلمان ها حشي الهضره. بغيتي الصحافي يطرح سؤال قصير مرحبا. بغيتي تاثر ليا سؤال هكا سير دير السياسه دخل ليا البرلمان ودير مشروع. شوف 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 على تعارقي بالهضره غير من هنا على محمد الخامس ولكن يتطلب انه ترشح انتخابات وتنجح ويكون عندك القدره. انت نجحتي وانتم نجحتوا باش تجيب الاصوات وتعبأ المواطنين حول المشروع السياسي ديالك وتفضل وتفضل. وها انت نجحتي هاك هاك. شوف هاد الصوره البائسه شوف شوف شوف. هادو ناس شهرين هما معتصمين بغاو غا دار الولاده وسيارات اسعاف بحال داك اللي درت البارح قال لك نجحنا والحكومه نجحت. نجحت بشكل كبير جدا. وعباد الله واش هادو ماشي مغاربه؟ شوف 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 شحال ديال المغاربه خارجين في مسيره. شنو بغاو يقولوا المغاربه الضحكه؟ بغاو سيارات اسعاف ودار ولاده. واش الحكومة اللي ما توفرش دار ولادة وما توفرش سيارة إسعاف واش حكومة ولا عصابة؟ أنا سؤال كنطرح واش هادي حكومة أم عصابة كما قال السي محمد بن عبد الكريم الخطاب. تصور ما قدرش يوفر قال له ترشح ومنين ترشح دابا كيزايد على السي على الصحفيين ترشح قال لهم دخلوا ترشحوا وجيب برنامجك وديك الساعة كسيدي مرحبا. شوف أخوتي المغاربة شوف فرجاء اليوم الأول ما بغيتش نقاطع حتى شي واحد. اليوم الأول في رمضان ما ينقاطع حتى شي واحد. يعني النهار الثاني راه حيت عن النهار الأول في رمضان ما بغيتش نقاطع. والعداوة. أنا ما متفقش على أنه يتقال بأن الحكومة فشلت، الحكومة لم تفشل. ما خصكش تقول للصحفي يقول الحكومة فشلت. تصور ما تقدرش تقولها. قالوا أنا ما تقولش الحكومة فشلت. فشل.
اسمح لي السي فتيحي نقول لك انا ما متفقش مع هذا مع هذا التوصيف. واش انت ناطق رسمي كتشرح الموقف ديال الحكومه وكتوضح الناس ولا جيتي تتفق وما تتفقش وتعارض؟ البنك المغرب ويا ويلو تقول له ان الحكومه انزعجت من شي قرار، شوف شحال يقول لك لا ما تقوليش الحكومه، عرفتي شحال يبقى يشد فيها؟ هو تيقول الحكومه حنا ما كنزعجوش، شو قال كنزعجوا؟ حنا ما كان هذيك مؤسسه مستقله، وهو في ديك الهضره راه كيعبر على الانزعاج، انزعاج من سؤال ديال صحافي. انجو صدر واحد البلاغ وخذا فيه واحد المجموعه ديال الاجراءات وواحد المجموعه ديال القرارات. هذه مؤسسه مستقله وانا استغرب هذا المصطلح ديال ازعجه. واش حنا فين كنعيشوا؟ ازعجه ما شنو هو ازعجه؟ شنو معنى ازعجه؟ علاش غنزعج انا من التقرير ديال واحد المؤسسه مستقله؟ وانت منزعج من سؤال الصحافي، احضر بهدوء، مالك منرفز؟ ماذا؟ لماذا سيزعجني؟ هذاك مؤسسه مستقله عندها قراءتها لوضع اقتصادي ونقدي وخاصه نقدي، وخذت بناء عليه اجراءات، الدستور يعطيها هذه الحقوق، لماذا والحكومه واش كتنزعجوا؟ واش حنا فين؟ فين حنا؟ الحكومه تشتغل وفق ضوابط والمؤسسه تشتغل وفق ضوابط، هي عندها قراءتها للارقام والتضخم وخذت اجراءات. مبارك مسعود الله يسخر، لكن انا لا اعتقد بان هذا الموضوع خصو يكون واش نزعجات ما نزعجات، وهذا المنطق ديال المؤامره هنا لا يستقيم، ما راكبش ما كاينش. زعجت هو يضربوا. سمع خوتي المغاربه الصحفيين كطرحوا الاسئله، قال لهم يبدو ان مفعول رمضان قوي جدا، راكم مرمضنين، شوفوا لا هضره كي دايره، شوف شنو يقول لهم مرمضنين. شكرا سي شاكر. ورفع الاثمان. شكرا سي شاكر، تفضل سي فتحي. يبدو ان مفعول رمضان قوي جدا اليوم. نعم، صحفي كطرح سؤال، هو قال لهم مفعول رمضان راكم مرمضنين. شوفوا الصحفي كي غيدير له. بقى فيا هذا الصحفي، قال له ذاك الصحفي ما فهم والو مقاطعو، عباد الله السيد خصو يطرح السؤال ويأطر السؤال ويوضح. وشو كي دار له؟ شوف بالارقام 2019 كانوا المداخل 72 مليار. انا غنوضح ولكن الموضوع، ولكن نطرح السؤال ديالي ولا لا؟ السؤال ديالك راه وصل، انا غنوضح هذا الموضوع عاد، غادي نوضحو لك حيت كاين هناك ارقام. انا غنوضح لك هذا الموضوع هذا وغادي نقول لك بالضبط النتائج اللي حققها عائدات ديال السياحه اكثر من الفوسفات. انا غادي نقول لك، انا غادي نوضح هذا اللي زوين هذا. انا غادي نقول لك باين يا سي مصطفى، ما عرفتش اش تقادها. انا غنوضح زعما ملي حس براسو هذه زوينه الضحكه هذه غنعاودوها. نقول لك بالضبط النتائج اللي حققها عائدات ديال السياحه اكثر من الفوسفات. انا غادي نقول لك، انا غادي نوضح لك، تبارك الله عليك. نقول لك كي كتقول امي الله يدينا في الضوء. والله الا الوالده مسكينه الله يذكرها بخير، مسكينه عندها واحد الدعوه كتقول يا وليدي الله يدينا في الضوء. ومع هادو الحكومه والله الله يدينا في الضوء. انا نقول لك شوفوا كيغيدير لهذا الزميل المسكين ديالنا ثاني ديال بديل. علاش تعاملت الحكومه معاه بواحد الشكل على اساس انه قطاعي؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني سيد الوزير هو مرتبط بنفس الموضوع. ما عندك سؤال ثاني يا سي بديل؟ ما عندكش حق تطرح هكذا، وانا نطرح 10 اللي كانوا منتجين اسئله منتجه. هاد المنطقة ديال الكيلو العبار، عندك انت عندك ما عرفتش كيفاش كيوزعوا، انت عندك بحال شي الحليب ناقص وكيوزعوا، عندك السيطرة الحليب. عندك ولا شي مشفنج قالوا شي وقفوا عليه شي 20 واحد وعنده مثلا 20 شفنجة وخصو يبيعهم الناس كليان ما كل، لا انت عندك 10 شفنجة واحدة. عندك سؤال وانا عندي 20 سؤال، ولكن منتجه العبرة بالانتاج، وهل هي اسئله منتجه ام اسئله غير منتجه؟ الا كانت كتهم المغاربه وقضايا حيويه، دابا انا مثلا شي سؤال واعر المغاربه باغيين يعرفوه، عندي جوج اسئله واعرين خطر المغاربه متعطشين، واش تحرم المغربي من السؤال؟ لا انت عندك، علاش مالك مزروب؟ اش كتمشي دير؟ لا عندك انت غير سؤال، قاطع شي انسان قول له كان سؤال خارج السياق، ما عنده كذا، فيه شي عنف، فيه شي، مادام السؤال منضبط القواعد ويهم ويسعى الى المعرفه، وعلاش تقولوا عندك على سؤال؟ نفس الموضوع استاذ. دابا الثالث هذا؟ لا نفس الموضوع، السؤال هو كان واحد الرقم ديال 33615 كيداو لي بان بقى في الاخر ولا جاوبوا غيمشي بحال. واش احنا درنا مجموعه من المحاولات باش نشوفوا هذا السيد هذا اللي نجح شنو هو الرقم ديالو في الامتحان، في اللائحه ديال المستدعان اللي غيجيو يدوزوا الامتحان الكتابي. وشكرا السيد الوزير، شكرا العرضي والطلب، شكرا لكم. شكرا. خليها بزاف الكايك بعد والعداوة. سمع خوتي المغاربة، هو مع الزميل ديالنا النيد ديال بديل. شوف اليوم ما كاينش البرد والاسعار تمام مستمره في الارتفاع،
في الاسبوع الماضي السيد الوزير. السؤال ديالك السي غادي نطرح السؤال. السؤال ديالك زمان والطالب مسكين صحفي يعني ضعيف. السؤال ديالك باش يكون واضح زاويه السؤال ديالك. السؤال ديالك الله يجازيك بخير باش تكون الزاويه واضحه. تعرفوا ديك الدراجه اللي كيديروا البغل؟ كاين واحد الدراجه تيكون صحيح تيقول له. السؤال ديالك على يدوز بيرمي نعم لا قول الي ماشي يقول له مثلا بيض كحل احمر فين مشيتو فين جيتو تعديل حكومي راه ما خصو يأثر لك السؤال راه خصو يتبنى وخصو ارضيه باش السؤال حتى الجمهور كي دابا راه تفكرت بحال داك ديال البغال اللي كيديروا ديك هكا حاشاكم بعدا وسمحوا لي هكا سي الطوبيل هكا السؤال ديالك هكا ما عرفش هو عرفتي ديك كيبان بانه متضايق من السؤال متضايق من الصحافي متضايق من كيبان انه كيهين عرفتي ديك السؤال ديالك شو ايام ايام كي كنتو كي وليت كيف كان بيتاس ودابا الوقت من مراكز القرار ما كتوصل واحد الوقت راه كان كيتسنى الصحافي بصبع يطل فيه دارت ليا مولاي نهصرهم ها رمضان ها قاطع السؤال ديالك لا حبس تاع تورينا شو دابا عطيني السؤال ديالك لا سير بخلاص كاين نادي ما كاين حتى شي في مؤتمر صحفي فوق الارض السؤال ديالك اللي عطيني السؤال ديالك اللي عطيني السؤال وكتعطيه السؤال ولا جاوبك عليه شو راه مصيبه السؤال السؤال واش هاد كي كتب لك بالورقه انت كيبان لك راه كي راه كي راه يجاوبك تصور تلقى السلام عليكم تمشي وتيخليك هذاك الصحفي من ما يجاوبوش على اسئلته كيحس اش من علاقه تكون عنده مع الحكومه وكيعتقد هو راه كيهين الصحافي الصحافي راه لسان حال المجتمع معبر عن المجتمع كنقول اسئله المجتمع انت ملي كتحقر راه كتحقر المجتمع المغربي يكون اكس ولا علان اي صحفي يحمل صحافي سؤال ديالك سؤال ديالك شوف شو كيدير له سؤال ديالك الله يكثر خيرك وانا غنجاوب على السؤال تفضل اعطيني السؤال ديالك لا خص الزاويه اعطيني السؤال ديالك اعطيني انا هنا باش نجاوب على الاسئله اعطيني دابا كيجاوب على الاسئله جاوب على السعيديه جاوب على السؤال اللي طرا عليه الاخر جاوب عليه انا هنا باش نجاوب على الاسئله اي سؤال وغادي نجاوبك عليه هي غنعطيك السؤال اعطيني السؤال الله يكثر خيرك هو علاش كيدير له تقول له سير بخلاص حيت يقول في الاخر السلام عليكم هو جاوب على الاسئله اللي موجد سير بخلاص راه شوف واش عنده دابا باغي يمشي بحالاته شوف تفضل سؤال رجاء لا وتكتب تكتب ورا ما يجاوبوش في الاسبوع الفريد او هذا الاسبوع خرجتوا انتم في التصريحات هنا قرطوا زعما بشكل ضمني لانه زعما الحكومه فشلات في مواجهه ارتفاع ديال الاسعار والسيد المندوب السامي للتخطيط ايضا خرجوا دابا دخلنا عليكم بالله الزميل جدال عن طريق سؤال خصني نعطيك مصوغات السؤال مبررات السؤال علاش الناس كيأثروا سؤالهم علاش باش يوريو للناس بان هذا سؤال مشروع ودليل شرعيته الف باء جيم دال باش الناس كيستصغوا السؤال وكيقبلوا السؤال وكيولي السؤال عنده حجيته وعنده شرعيته ها علاش كنقول لك علاش هاد التناقض تقرير خرج منا وعنقول لك فواحد الظرف كاع شحال هضر هاد السيد 30 ثانيه لا ما تقولش داكشي عطيني طق حيت هو ما يجاوبش حيت هو ما باغيش يسمع ديك الهضره كاين حديث السيد الوزير ديال انه كاين تعديل حكومي واش فعلا هذا الشيء صحيح زعما ان الحكومه فشلات في تدبير هذه الاسعار وكنشوفوا الخرجه ديال السيد رئيس الحكومه في الاسبوع الماضي كيتحدث بانه كيعيد يعطي التعليمات ديالو للوزاره باش انهم سؤال لك واش كاين تعديل حكومي السيد الوزير تعديل حكومي السؤال الثاني شنو هو السبب ديال غياب رئيس الحكومه عن النقاش لهم ما كاينش شفنجة اخرى لا ما كاينش شفنجة الوعد لا كاين راسي طرد حليب الوعد لا ما كاينش سؤال ثاني لا سؤال واحد شفنجة واحدة الله خوتي لهذا الشيء كي انا ملي تشوفوني كنضحك هكا عندك كتعرفوا ديك قال لك ولا تحسبن رقصي بينكم فرحا فالطير يرقص من شدة الآلام لا ما كاينش سؤال ولكن عندنا سؤال واحد بحال ذاك السؤال ما عندناش بحال الماء ولا شي غراف عندنا غراف الواحد انا تفكرت بحال شي حاجة مقطوعة وكاينة غنعتقوا بها الروح لا ما يمكنش والناس الاخرى غتموت خاصك لا كاينة عيطروا للملك اسئلة السؤال الثاني اللي كان مهم انا باغي نستافد منه ما يكونش خارج السياق ما يكونش تافه ما يكونش كيتضمن عبارات العنف ما يكونش لا عندك على سؤال واحد صافي كان والعاده واش ما تصبرش نص ساعه مؤتمر صحفي نص ساعه عمومي يعني كاين غلط صار وما كيخرجش انا سجلت السؤال ديالك التعديل الحكومي انت سجلتيه جاوبتي اخوتي المغاربه كامل الأسف أنا أختم هذه الحلقة وأقول لكم هذه قلتها ولا هذه أسوأ حكومة في تاريخ المغرب تعيين هذا الشخص خطأ
الخطأ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أساء لصورة منصبه، أساء لموقعه الدستوري، أساء لصورة البلاد. كشخص مصطفى بيتاس ما عندي ما حتى حاجة، خويا تنظر للمنصب، ترك ناطق رسمي. راه شحال من حكومة فشلت بفشل ناطق رسمي بها، ما كيعرفش يسوق، ما كيعرفش يهضر. راه شحال من حكومة سقى خاوي وطاحت في ناطق رسمي واعر وكيقدر يبين كاين شي حاجة. هذا راه منصب حساس، خاصو يتسد لشي إنسان كيجمع ما بين التكوين النظري والتكوين السياسي والقدرة على احترام الصحفيين واحترام الشعب، ويوعى أنهم كيهضر مع صحفي كيهضر مع المجتمع. وما يكفيش فقط يكون، وأهم حاجة تكون عنده حتى واحد النوع من الصلابة ومن القوة، ما يكونش إنسان يعني كيما حيت بعض المرات يقول لك الصمت، حيت الصمت ماشي دائما حكمة، الصمت في بعض المواقف جبن. وهذا الصمت على جريمة السعيدية أنا كنعتبره جبن حكومي، هذا الجبن ما عنده علاقة هذيك الدولة المغربية. حنا راه كنعرفوا أخوتي المغاربة شي الدولة المغربية، عندك وصحاب لكم حنا كننافقوا ولا حيت الدولة، والله ما هذا هو الاعتبار. أنا كنعرف حنا راه قرينا شي شوية القانون الدولي وقرينا الدبلوماسية والروينة الخارجية، نتفهم الدولة، ماشي كنقولوا غادي نضحك الدولة كما كيروج البعض سمحت، لا، هذا صراع كبير. الدولة ربما عارفت بأن الجزائر ما غتطلقوش واش الخفر د السواحل، غيطلق القرطاس فابور على مغاربة، وكاين توتر مع المغرب، وكاين علاقة متشنجة، واش هذاك الخفر السواحل غيدير الخطوة ديالو بوحدو معزولة، كون ما كانش تلقى تعليمات من فوق، واش حنا زعما هذاك النظام كيداير؟ ذاك راه نظام عسكري مغلق، يستحيل يطلق القرطاس، دوك الجنود مالهم هبال، عارفين تما السياحة وعارفين السعيدية. إلا كانت الجزائر باغية تجر المغرب لهذا الشيء ديال الحرب، معليش، والمغرب عنده حسابات أخرى، ماشي خوف، عنده حساب كدولة. كاين هذا ماشي واحد أنت حكومة، هذا على الهضرة، راه كاين حنا الشعب، كاين حنا المجتمع، خلي الدولة، نقولوا الدولة عندها توجه، ربما لعبات طويلة، ربما المعطيات، حنا صابرين، غادي كنتسناو، ما كاين بأس، ولكن بغينا غير واحد الثقة، حنا كحكومة اللي عندنا حكومة. واش ما تقدرش تقول كنعزي، واش ما تقدرش تقول هذه ما تقول جريمه، قول عام اساس انسانيه، واش كون ما قتلهم، واش كون ما كانوا بشر مات بالقرطاس، بغض النظر على الفاعل وعلى العناصر التكوينيه ديال الجريمه وعلى واي كلمه، حتى الا ما قلتي والو، هذا جبن حكومي. ان هذا ان المؤسسه الملكيه ولا الدوله العميقه ولا سميوها اللي بغيتو، انا كفهمتها ما هضراش معاه وما هضراش معاه وما كاينش جواب، خافوا كخنوش العو شحال نديروا، هي عاديه. علاش؟ حيت البشر ما تيقش في راسه، حيت البشر ما عندوش ما مكونش، هادو هما الخريجين ديال المدرسه الاخنوجيه. صافي بنادم تلاقى اخنوش معاه ظريف كيلبي له كذا كذا، خايف على المنصب، مو فين حلم يكون ناطق رسمي، تيقول مش ثاني مش تلقى على راسه. بالنتيجه شنو هو؟ كارثه هذا التصريح. تصور صحفي طرحوا عليك ثلاثه الاسئله صحفيين، انت غادي كتكتب بالسيلو كتنصب على الشعب وكتحتال، انا كنعتبره احتيال هذا، لانك كتكتب وما جاوبتيش، هذا احتيال، هذا نصب، وفي الاخر درتي السلام عليكم شي بحالاتك. هذه أسوأ حكومه في تاريخ المغرب. وانا قلت لكم الحكومه اللي ما تقدرش توفر دار ولاده واسعاف لساكنه وتخرج، هذه ما حكومه ما حاجه، هذه أسوأ حكومه. وعيب هذه الحكومه وسر عيبها في جمعها بين المالي والسياسه. هاد السيد اخنوش عنده افريقيا، عنده كيبيع لنا الغازوال نهار المغرب، واش اخوتي المغاربه اللي كيبيع لك الغازوال عراق براسو، واش اخوتي المغاربه اللي كيبيع الغازوال وهو في موقع سعودي، واش عفر الضرائب على راسو؟ في كاين هذه في تاريخ البشريه؟ في كاين هذه في تاريخ البشريه؟ هذه هي المأساة ديالكم المغرب. شي قاعد الروين شي مول الفلوس والله ما يفكر في راسو، مادام هو عنده الغازوال، عنده الاكسجين، عنده الفنادق، عنده عرفتي فندق في اكادير، فنادق، عرفتي راه مصيبه كحله ديال الثروات. صافي كيولي المال هو لغه العصر، كيولي المال هو لغه ديال عباد الله. علاش كتشوفوا الصمت ديال الطبقه السياسيه والاحزاب والصمت حتى ديال الكثير من الصحفيين؟ كاين واحد الوطيل ما يبغيش ندخلوا في تفاصيل، ما سامعنا حنا كنبحثوا في هذا الشيء. كيكون المال خطير جدا، المال والسياسه ملي كيتجمعوا، عرفتي كيكون يعني تصور اللي في موقع المسؤوليه هو النيت عنده الثروات وعنده مشاريعه معك في السوق.
شبكي باش يفكر فيك؟ واش هو غيراقب راسو في الضرائب؟ واش هو يفرض الضرائب على راسو؟ هادشي علاش دابا الناطق الرسمي داير بحال هكا، وهادشي علاش هاد الحكومه دايره بحال هكا. وكنختم هذه بديك الدعوه ديال الوالده الله يطول العمر، الله يدينا في الضوء. كنشكركم خوتي المغاربه، والى اللقاء.